ابني شوف وضع الحارة شوف صرنا علماء شوف على الحضارة ضيوف شوف يا ابني شوف انا بعرف عندي معلومات انه رصدنا فوق 17 مليون ليره تزفيت الشوارع هذا يعني ما ما ما, ما, ما عندنا ما عندنا ادنى مقومات للحياه خدميا يعني شوفت عينك يعني ما هو لحاله بيحكي يعني ما بدنا نحكي بتشت الدنيا بتصير المي عباره عن 20 30 سنتي بس انه من هون لهنيك يعني عبر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا عمر لي شي حوضة ودار بتعمر دنيتنا يابا عمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا عمر على دروب لطالما اعتادت الخطى المتعثرة يمر الحل من هنا أخيرا يعبدها وينهي مشاكلا طال انتظارها معا نحو حل كامل المشكلات سنمضي فتعبيد الطرقات وتسويتها أولى الخطوات وليس آخرها لنتابع يعطيك العافية المهندس سليمان كيفك؟ نحن صورنا من أكثر من 3 شهور بالمعظمية بالحي الشرقي كان في مشاكل خدمية كتير عند الناس ومن أهمها هي الطرقات اليوم أنتوا عم تزفتوا هاي الطرقات نحن قلنا رح نتابع كل شغلكم ووعدتونا أنه تقوموا بتزفيت تقريبا جميع الطرقات هي بتقدر عليها البلدية أو المحافظة الرئيسية بس في فرعية هلأ رح نحكي عنها هلأ نحن موجودين بأحد الشوارع بالحي الشرقي مقابل روضة حماة الديار نبلش بجولة على المناطق اللي بلشتوا تزفيت فيها رح خلال الجولة رح نشوف كيف ربطنا الشوارع الرئيسية بالحي الشرقي مع بعض البعض بالزفت بشكل كامل خلينا نبلش بهي الجولة نحن بالحلقة السابقة حكينا انه في مشاكل خدمية والأهالي كانوا كتير عم يعانوا من عدة مشاكل يعني من الأحياء المنسية هي من بعض المشاكل هي موضوع الصرف الصحي طبعا أي شارع فيه موضوع صرف صحي ما رح نقدر نحن نتابع فيه لنخلص موضوع الصرف الصحي ذكرت لك انه انا عامل مشروع صرف صحي حاليا هو بالمحافظه تحول على المنظمات الدوليه كونه تحول على المنظمات الدوليه لسه ما لزمونا فيه فاحنا الا مع بدايه العام رح يكون في شيء حتى لو كان ان كان مشان الصرف الصحي تمام يعني نحن تقريبا مصورين اكثر من 3 شهور اي تمام في تواصل لازم يكون مستمر مع المحافظه في تواصل لكن المحافظه حولته على المنظمات الدوليه للشوارع الرئيسيه بالحي الشرقي كربط كامل هلا رح نعمل جوله عليهم صارت تمشي كامل الشوارع الرئيسيه فيها زفت في شارع تحت شوارع تحت امورها تعبانه هي اللي حكينا عليها موضوع الصرف الصحي هي رح نعمل لها مشروع دراسي لاحق بعد الصرف الصحي زفت وعدتنا المحافظه انه نساوي لهم المشروع بال2017 لانه هذا المشروع من 2016 هلا نحن درسنا المشروع من 2016 بال2016 ما تصدق المشروع لنهايه 2016 فلزمونا فيه بال2017 مع الانشاءات العسكريه حاليا المشروع عم تنفذ الانشاءات العسكريه حاليا المشروع بالحي الشرقي وفي عندنا شارعين بالحي الشمالي يعني مشان يكون الحيين على توازي شارعين بالشرقي وشارعين بالشمالي رئيسيات عم يتزفتوا في متعهد طبعا ضمن المشروع امكانيتنا بالمشروع طبعا انتم بلشتوا تزفيت امبارح على اساس يكون في تواصل معنا يعني احنا سالنا اكثر من مره كان في تاخير تقريبا 3 شهور 3 شهور ونص على اساس يكون في تواصل اليوم رح يتم يمكن تزفيت كافة الشوارع هلا اجانا شكاوي من الاهالي امبارح نعم. انه انتم بلشتوا تزفيت بس تزفيت بس زتيتوا فحص رح يكون تزفيت شلون ما كان لا ما بصير هلا انا ما بعرف التزفيت انا عم اقول لك انا رح احكي لك شو صار اللي صار انه تحضرت الشوارع اجى المطر بالمطر ما الواحد ما لازم صحيح لهيك تاخرتوا فيهم هذا سبب تاخيرنا الناس وصلت لمرحله انه بعد هالبحص ب 10 ايام 15 يوم فكرت انه ما رح يصير زفت لا رجعنا نحن كنسنا الشوارع على اساس يكون معنا عدد الاهالي بس الاهالي خافوا يحكوا هيك على التلفزيون ما في مشكله بالعكس اهلا وسهلا بالاهالي انا من الاهالي انا من سكان الحي فنحن شو في امكانيه نقدم طبعا ضمن الامكانيه المحدوده انت بتعرفي موضوع الزفت يعني كاسعار بالدليل السعري عندنا 40,000 38,000 متر الزفت تقريبا نحن كم متر عم نزفت هلا عندنا تقريبا شيء 300 متر نحن عندنا 300 متر مكعب زفت هاي الطبقة قبل الطبقة الرئيسية هلا عاد ليش لتسويت الشارع هاي
تعتبر هي تصفير، اسمه تصفير لتسوية الشارع، لأنه الشوارع فعلا تعبانة. بتجي طبقة الاهتراء فوق طبقة ال، لأنه سابقا لما صورنا كمان بالحلقة وكنت معنا حضرتك كان في تسفيت لبعض الحارات وتسفيت جدا سيء بصراحة يعني. الحارات ما رح تقدري تفوتي فيها، السبب الحارة بعد ما عم تتزفت عم يكون في عطل مي، عطل صرف صحي، هذا الشيء اللي احنا رح نخرج معه. حتى المحافظة ما بتصدق مشروع إذا فيه صرف صحي بده ينشغل أو فيه مثلا مياه بدها تشتغل، فصار في تنسيق بين الجهات كاملتان انه ننتهي من الخدمات الاساسيه. يعني المواطن احيانا بيركض انه والله زفت لي هالشارع، طيب ما في صرف صحي، مفروض انا ما زفته لحتى انجز له الصرف الصحي، تمام؟ بعد انجاز الصرف الصحي لاحقا بيصير له مشروع. ايه بس في مشكله حقيقيه لما اقول انا ثلاث شهور ونص، يعني عم تعملوا حلول مؤقته للصرف الصحي فينا نقول؟ مو حلول مؤقته، لا، المشروع موجود، بس يتصدق مشروع راح يتنفذ. مشروع قديش بده الصرف الصحي تقريبا؟ المشروع يعني انا لما اقول 9 ملايين قيمة المشروع، 9 ملايين نزلنا فيه الدخلات. أنا الشوارع الرئيسية اللي شايفتيها زفتت كلها منجز لها صرف صحي جديد، لأنه الأهالي معتمدين كانوا سابقا على التمديد العشوائي. طبعا نتيجة الحالة الوضع فعلا أنه الوضع كان سيء ومنطقة مستملكة خدماتها شوي تعبانة، فاضطرينا نحن أنه الأهالي مددت التمديد العشوائي. حاليا كل الشوارع الرئيسية بالحي الشرقي شوارع رئيسية صرف الصحي أنجزيته البلدية. بس قصدي أنا آسفة بس عم برجع لنفس النقطة، بدي قصدي إنه الشوارع الرئيسية إلا تمام، بس نحن عم نحكي عن الحارات. قيمة مشروع الصرف الصحي بتسعة مليون. تسعة مليون. وما في تواصل مع المحافظة يعني أنت أكثر. في تواصل. كيف ما في تواصل؟ تواصل موجود مع المحافظة، لكن الإمكان. المحافظة شو عم تقول؟ المحافظة حولته للوزارة لغصد الاعتماد له، الوزارة حولته للمنظمات الدولية لمساعدتنا في انجاز هذا المشروع. وزاره الاداره الماليه، الاداره، وزاره الاداره المحليه. وانا من المره الماضيه بتذكر طلبت منك هالشيء، اذا في امكانيه انه تهمسي بهالشيء. تم تحويل المشروع لوزاره الاداره المحليه، وزاره الاداره المحليه حولته لمنظمات، منظمات دوليه. حاليا لسه لحد الان ما تلزم. بس لما ما بيكون في تواصل انه صار في شيء جديد، صار في امور طرقت على التواصل، مثل ما عم نتواصل نحن وانت، تواصل انه حولوا ما لزموا لسه. هذا أنا بعمل يعني أكثر من هيك ما في الواحد يقدم ضمن إمكانية اللي عم نحكيها. طيب لما تقول إنه مع خلال 4 شهور ما أما الحلول الإسعافية عم تتم، بس خلال 4 شهور كان في تواصل، طب ما بتقول لهم إنه تم التأخير، هي البنية التحتية للصرف الصحي انهارت سيئة جدا ما عاد تتحمل. متابعة معنا المحافظة هالوضع، المحافظة بصورة هالأمر بالحي الشرقي. يعني أنا اللي بطلبه حاليا إنه يلزموا لي هالمشروع لحتى انجز الدخلات، مشان اذا بدي اعمل مشروع زفت اقدر انه نفذ زفت للدخلات بالحي الشرقي. والحل؟ الحل بعد الصرف الصحي اكيد. يعني احنا اذا نوعد الاهالي، بدنا نوعد الحارات بمشروع الصرف الصحي حاليا قيمته 9 مليون قيمة بسيطة ليرة. انا ما حاسس هالقيمه الكبيره كمان كقيمه ماليه، يعني قيمه ماليه ما انا كبيره، ما انا المحافظه قادره تتحملها. هلا ممكن احنا اذا المحافظه رجعنا على رجعت لزمت لنا المشروع من الموازنه المستقله للمحافظه اذا في امكانيه. حاليا المعظميه رجعت امنه كامله، صحيح يعني، فهذا الشيء سبب ضغط كبير على البلديه. ضمن الامكانيات الموجوده بالبلديه كحالات اسعافيه عم تنجزها. يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، يا عمار العمارين دبرنا قبل تشارين، شي اوضه وعلي ودار يكون شبابي يكون حلوين، شيل حجار وحط حجار وعمر يا علم العمار وعمر يا علم العمار وعلي حارتنا يا عندك. تقول لي شيء عن الحارات؟ الحارات عندها مشكلة إنه هي ترابية. الحارات ما فيني أنا زفتها لأنه مشروعي هو قميص أسفلتي فقط. يعني هلا أغلب المعظمية ترابية لأنه مخالفات بدك تعتبرها ولا لا؟ لا لا لا، هون هلا الشوارع اللي عم تشوفيها فيها زفت بالأساس، لكن في اهتراء قوي. الدخلات مشكلتها ترابية، فهي بحاجة لتعبيد وتزفيت. مو تزفيت فقط، يعني ما بصير الواحد يحط زفت على تراب. فبدها قشط وبحص ودحل بعدين يجي طبقة الاهتراء. على مين هي؟ على البلدية؟ هي لما بيكون المشروع هي هيك المشروع اسمه تعبيد وتزفيت،
من خلال عملية تزفيت ربط الحي الشرقي كامل بشوارع تزفيت كامل. فحاليا نحن مررنا بالدخلة، نحن لأننا عم نعمل جولة بالسيارة على الطرقات اللي تم تزفيت بشارع المشتل. نحن حاليا هذا الشارع مرتبط بطريق المشروع بشكل كامل، تم إعادة تأهيل الشوارع هي بشكل كامل كونه في بنية تحتية، صرف صحي، هاتف، مياه كاملة. ما في مشاكل أساسا بالشوارع الرئيسية. نحن مشاكلنا بالدخلات. أحد نرجع بنكرر إنه مشاكل بالدخلات المواطنين هن مشكلتهم الأساسية بالدخلات. يعني هلا أغلب المواطنين بيقولوا لنا الحارات طبعا بدهم ما تم رح نوقف تزفيت. عند الدخلة حاليا نحن بالشارع الرئيسي لطريق المشتل في حارات فرعية. هي رح نحكي عن هي الحارة، رح نحكي عن الحارة الفرعية والمشاكل الأساسية عند المواطنين هي الحارات الفرعية. الفرعية هي مدد لصرف صحي من البلدية، لكن هي ترابية فبحاجة كمشروع زفر بحاجة لمشروع تعبيد وتزفيت، وتزفيت فقط. بس هي حارة منا كبيرة يعني ما بيتم حلها. ما بالمشروع، المشروع الحالي اللي نحن عم نشتغل فيه حاليا اسمه قميص اسفلتي، بس قصدي بما انه حارة منا كبيرة معقول تمام كمتعهد انا ما فيني خليه لزمه ببحص ودحل وبعدين تزفيت. يعني ضمن شروط العقد مشروعه هو قمصان اسفلتي. هذا السبب اللي صار. يعني شو الحل هلا مشان الحارة؟ هذا بده المشروع تعبيد وتزفيت. لما بدنا تنشغل هالحارات هي حتى هي شوارع رئيسية تعتبر، ليست شوارع يعني فرعية كثير. شوارع رئيسية يعني ملزمين بالمشروع لازم يكونوا. لا مو شارع رئيسي مثل لاحظي انت وين نحن. كحارة صارت موجودة تتلزم هي من خلال مشروع تعبيد وتزفيت. لأنه هذا بده قشط، أي زفت صار على التراب كأنك كبيتي. بده قشط طبقة بحص 40 سنتي تندحل على مرحلتين بعدين تيجي طبقة التزفيت عليه. يعني كنت تستنوا مشروع آخر ليقوم مشروع الحارات بهذا الشكل هذا. يعني إحنا كنا عم نقول حارات كان بدها مشروع صرف صحي، هلا عم تقول مشروع تعبيد وتزفيت اللي فيها صرف صحي. الحارات اللي فيها صرف صحي، هلا هي الحارة فيها صرف صحي. ما في مشكلة. صرف صحي هذا من قبل البلدية تنفذ يعني. يعني البلدية هي بالأساس عم تأخذ المشروع من المحافظة من موازنة المحافظة لتنفذه. ما عندها إمكانية هي ترصد اعتماد لهال. من بداية عم بيكون في ميزانيات لبعض المشاريع لا أو لا أولوية. لا حاليا لا. ما بيكون. البلديات لا. من البلديات عم تطلب إعانة لحتى تنفذ. من المحافظة عم نقول ما بيكون المحافظة. في أولوية. إيه من المحافظة. الأولوية للشوارع الرئيسية اللي شايفتيها اللي نحن رح نمشي فيها كقمصان اسفلتية كونه موجود بالأساس طبقة زفت صحيح مهترئة لكن تعالجت. أما هاي الدخلات الترابية بحاجة لمشروع تعبيد وتزفيت. أول شغلة مثلا مثل هيك حارة على أنا أساس منه مثلا تدفعوا مصاري إيه تكرم بنزفت لكم إياه، ما بتدفعوا مصاري مبارح حسب ليها 840,000. مين قال لك هيك؟ المتعهد 840,000. من وين نحن بنجيب 840,000 كمواطنين مثلا؟ لم خلينا نلم الحاره كلياتها بيطلع 840,000 ما بيطلع لنا هيك. فطب اذا مثلا دفعنا مصاري بتزفت، ما دفعنا مصاري ما بتزفت، صح ولا مو صح حكي؟ متعهد اللي حكى امبارح حسب ياه. هلا الشاب عم يقول لنا انه كان في تواصل مع حضرتك، عم يقول لنا انه ممكن يكون في حل لهي الحاره من خلال دفع مصاري. هو طلب انه نحن نزفت له اياها، قلت له هي ملازم المشروع يعني نحن ككروكي ماشي على الكروكيات. هذه الحارة لتعبيد تزفيت، نحن مشروعنا قمصان معنا تعبيد تزفيت. أستاذ سليمان على حسابهم هن إحرار، هذا الشيء بيرجع لهم واليوم التكلفة غالية. فأنا نصحتهم إنه هلا نحن دارسين للبلدية مشروع تعبيد تزفيت، طالبوا فيها وإن شاء الله بيمشي الحال يعني نتوافق عليه على المحافظة. نحن رح نحاول نتابع مشروع التعبيد والتزفيت مع البلدية بجانب مشروع الصرف الصحي. هلا نحن صرف صحي وكل شيء هون كامل. بعض الأحيان ما في، بعض أنتم حارتكم إيه؟ إيه؟ كلها كاملة، ما فيها شيء. تمام، أيه؟ رح نتابع هذا المشروع، بس نحن ما فينا نتابع مشروع حارة، ننضم جميع الحارات ضمن مشروع واحد، يعني ما فيني أقول إنه بس حارتك والحارة طيب اللي مقابلك ما تشتغل. حارتي أنا هون شارعي، أول 15 متر مزفتين وبعدين الباقي لا، وعلى أساس انحسبت الحارة كلياتها. هلا عم يزفتوا على الكل، هلا هون كل الشعرات. بس نظرة واحدة تفضل. تفرج عليها الشباب عمين قلو عرسا عمين قلو ليك بالعرباية عمين قلو زفتوا وجيبوا زيتوا هون قدام بيته
تحت اللي طلع شو صور المنطقة هون وشو صور الحارة كلياتها. طبعا ما عاد تشتري سيارتك شوي من هون. ايه شوف المنظر. طيب هلا هي الحارة هي الحارة شو هي رئيسية ولا فرعية؟ هي الحارة تعتبر رئيسية ولا فرعية؟ لا فرعية. 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 أنا بالدخلات ما لي أي تدخل. موضوع الدخلات ما بتدخل فيه نهائي. في ناس ممكن مثلا تجي على المتعهد إنه أخي أنا بدفع مبلغ عن هالزفت بحط. أنا كهندسي كمهندس مستحيل حط على التراب زفت. ما بقبلها نهائيا إنه لأنه هذا يوم الأيام يعني الكب الشغل كلياته راح يكون لريحك لو انه خارج ايه بس كل بس لازم يكون في فحص بعدين للكب تمام. فانا ما بيجي والله واحد مثلا بيعمر بلوك بلف ولف وبيحط له سقف بيسكن فيه العمر بيقول لك ما بيأثر. انا كمهندس مفروض ادرس له اياه بالدراسه من الاساس وانا طالع. طيب فما بسميه على حالي انه انا زفت على هذا المشروع الثاني يعني. طيب. ما فينا يعني بس اعمل لها بس طلع نظره على هي طلع نظره على الحاره بس اعمل نظره وشوفها هذا ايه تماما بس منظر ها لما بينزل شويه مطر بس في وحل كثير مو وحل كثير بدنا نلبس كياس برجلينا لحتى نمشي بالشارع صورنا باخر منطقه وفتنا بالكياس. بس نحن عم نقول انه مبدئيا كان في مشروع لتصفيه الطرقات الرئيسيه، المشروع الثاني تصفيه الحارات وتعبيدها. يعني بدك تقول شوي شوي ما معنى عصايه سحريه. هلا فينا نقول بالختام انه بعد هيدا المشروع رح نحاول نتابع بعض او باقي المشاريع بالمحافظه. تمام. مشروع الصرف الصحي نحن رح نرجع نعمل مشروع جديد دراسة جديدة. نحاول نتواصل مع نائب المحافظ الأستاذ راتب لا نشوف المشروع جدا معنا الأستاذ راتب لأنه بيعرف وضع الحي الشرقي هو عم يهمسنا دائما بالنسبة لموضوع الحي الشرقي. لكن دائما نحن عم نتعرض لشغلة هي موضوع الإمكانية. يعني حتى أنت اللي شايفة هاي البيوت هاي المخالفة هاي البيوت ضمن منطقة الاستملاك ومع ذلك محافظة الريف عم تخدمها. محافظة المدينة ما هي حلول مؤقتة مبدئيا يعني محافظة المدينة ما عم تتعرف نهائيا على المنطقة رغم انه هي ضمن استملاك مدينة دمشق. اما التخديم وال يعني البنية التحتية كلها عم تنجزها لمحافظة الريف. محافظة الريف دمشق يعني نحن عم نقول بما انه في قسم للمعظمية تابع هي ضمن حدود الإدارية للمعظمية لكن مستملكة لمحافظة مدينة دمشق. الحدود الإدارية ريف دمشق صحيح؟ تمام. مثل ما قلنا بالحلقة السابقة لكن الاستملاك لمدينة دمشق. نحن عم نقول جميع ومع ذلك المدينة حطت إيدها على المنطقة وأخذت ملكياتها محافظة دمشق. يعني نحن بس بدنا ننوه بالختام إنه محافظة ريف دمشق عم تكون أكثر تعاوناً عم تقوم بجميع المشاريع مع البلدية مو بس أكثر هي الراعي الأول لموضوع الخدمات هون. محافظة ريف دمشق هي الحلقة السابقة قلناه هي نرجع ما في كل الخدمات هون محافظة المدينة ولا أي خدمات بالنسبة للمنطقة ما في تقديم أي خدمات نهائيا. هي كمان يمكن يعطيك العافية كثير منشكرك أنت والإذاعة وكل هالشباب الحلوين نحن موجودين لنوصل صوتكم يعطيك العافية والسيد رئيس البلدي والسيد المهندس سليمان والأخ المتعهد وكل هالناس ونحن كل إنسان شريب بهالبلد بنحطه على رأسنا وشكراً لكم كثير ونتمنى لكم التوفيق. نحن بس بالختام ننوه إنه محافظة ريف دمشق عم يكون في تعاون كثير كبير من خلال جميع المشاريع مع إنه هي لازم يكون في تشاركية بين محافظة دمشق وريف دمشق لأنه إدارياً تتبع لمحافظة وبالاستملاك تتبع لمحافظة أخرى رغم انه تم نقل الملكيات هي تساؤل او هي لوم بنوجهه لمحافظة دمشق تمام لانه انتقلت الملكيات هون يعني الاهالي اللي ببيوتهم انتقلت ملكياتهم عم يطالعوا انه الملكيه محافظة دمشق يعني الشخص انشطبت ملكيته صارت واذا كان في تشارك وتعاون بين المحافظتين يمكن بيكون الشغل على على ارض الواقع أفضل اقوى أفضل وافضل هلا بالختام رح نتابع مشروع الصرف الصحي ورح نحاول نتواصل مع محافظة دمشق بلكي بيكون في نوع من التعاون ومع نائب المحافظ رح نحاول نتواصل كمان الأستاذ راتب. بدنا نشكرك بالختام ويعطيكم ألف عافية. نحن بدنا نشكرك كمان كثير لأنه تشكري على متابعتك إنه لكن نحن بمتابعة وغير متابعة رح نتابع أمورنا بهالحي بإذن الله تعالى. نحن عم نحاول قد ما فينا نوصل مو بس على مستوى الحي على مستوى المعظمية بشكل كامل. يعطيكم العافية شكرا كثير لكم. اليوم تسوية الطرقات وتعبيدها وغدا تتمة لكامل الحلول وإنهاء لكامل المشكلات أو لمعظمها فبالمتابعة والاستمرار لا تغيب الحقوق وأن طال الميعاد. نورة الإبراهيم لو كنت مسؤولاً.